خير عليك يا كريم. اهلا بيكي شيماء، برحب بيكي وبرحب بكل الساده المشاهدين جمهور النادي الاهلي في كل مكان. هنا من بيروت الاهلي والنجم اللبناني في الساعه 7:30 يوم الخميس 6:30 بتوقيت القاهره. ان شاء الله بنتمنى كالعاده كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. زي ما قلنا قبل كده واتكلمنا في حاله كبيره من التركيز، فصل تام بين البطوله الافريقيه والبطوله العربيه. لو بتكلم معاكي يا شيماء على اليوم بشكل عام النهارده، يمكن بدا صباحا في الساعه 11 صباحا باجتماع فني حضرة المدرب العام وقائم باعمال مدير الكره الكابتن سمير عدلي، المدير الاداري كابتن ماهر عبد العزيز الاداري. الكلام والحديث طبعا عن الطاقم اللي هيرتديه النادي الاهلي وايضا كمان نادي النجم اللبناني. النادي الاهلي سيرتدي الطاقم الازرق بالكامل والحارس المرمى يكون الطاقم الاسود. على الجانب الاخر بالنسبه لفريق النجم اللبناني سيرتدي الطاقم الابيض والحارس الطاقم الذهبي. امور اعتياديه كالعاده بالنسبه لكل البطولات الخاصه بالبطوله الافريقيه والبطوله العربيه، الوصول قبل المباراه بميعاد محدد، عدم الاعتراض على التحكيم. لكن حابين نلفت النظر حاجة مهمة جدا، طبعا يمكن تم تغيير اسم هذه البطولة من كأس العرب للأندية الأبطال إلى كأس زايد للأندية الأبطال، ويمكن حابين إن احنا طبعا نتكلم على هذا الأمر لأن الناس يمكن حاولت إن هي توصل لنا المعلومة سواء في الاتحاد العربي وأيضا كمان نادي النجم اللبناني ويمكن كمان في المؤتمر الصحفي. كل البانرات اللي كانت متواجدة خلف الجهاز الفني سواء للنجم اللبناني أو النادي الأهلي كانت هي كأس زايد للأندية الأبطال. كمان المؤتمر الصحفي الخاص بفريق النادي الأهلي والأخير هنا في الملعب المدينة الرياضية اللي هيستقبل مباراة النادي الأهلي والنجم اللبناني. حضر كابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي وايضا مستر باتريس كارتيرون. تساؤلات عديده لكابتن حسام لمستر باتريس عن اهميه هذه المباراه، كيف تتعامل مع تلاحم المباريات الكبير والمشاركه في البطوله الافريقيه ثم البطوله العربيه، هل هيكون في بعض اللعيبه في حاله تدوير؟ هنشوف يمكن الشناوي متواجد ولعيبه كبيره متواجده للنادي الاهلي. تسال مستر باتريس هل هندفع بهؤلاء اللاعبين الكبار ولا هيكون في حاله تدوير كل اللعيبه اللي ما بتشاركش بشكل كبير خلال الفتره الماضيه هي اللي هتكون متواجده في المباراه. لكن يمكن مستر باتريس قال انا ما عنديش لعيب احتياطي ولعيب اساسي، كل اللعيبه عندي على قدر المسؤوليه كلهم على مستوى واحد، مفيش حاجه اسمها اساسي واحتياطي، كل اللعيبه سواء ان هي بتاخد فرصه لابد ان هي تكون جاهزه فنيا وبدنيا ومعنويا كمان، ودي اللي احنا حقيقي بصراحه لامسينه من تدريبات النادي الاهلي. تيم ورك واحد، الكل هدفه هو نجاح النادي الاهلي وهدفه هو الحصول على البطوله العربيه وايضا كمان البطوله الافريقيه اللي اكيد حلم كبير جدا لكل جمهور النادي الاهلي والوصول كمان الى كاس العالم للانديه. فهذه اللحظات كمان شيما تدريب النادي الاهلي الاخير على ملعب المدينه الرياضيه، وصل بالفعل لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. اكيد هيكون النهارده تدريب قويه، تدريب رئيسي، هيحاول مستر باتريس يضع التكتيك الامور الخاصه بيه الجمل التكتيكيه اللي تنفذ في مباراه الغد باذن الله. لكن بطمنك زي ما قلنا الامور مهيئه باذن الله للنادي الاهلي ان هو التعادل الايجابي قلنا يصعد بالنادي الاهلي وايضا كمان الفوز للنادي الاهلي هيحسم هذا الامر، وده اللي املنا فيه كبير وعندنا ثقه في كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان النادي الاهلي يحقق نتيجه كبيره. عايز اقول كمان جمهور النجم اللبناني هيكون متواجد بكثافه في هذه المباراه، وتم تخصيص ايضا مدرج يمكن خاص لجمهور النادي الأهلي او كمان الجاليه المصريه المتواجده هنا لكل من حابب ان هو يساند النادي الاهلي. ان شاء الله تكون مباراه جيده، مباراه تكون من نصيب النادي الاهلي، وزي ما انت عارف يا شيما طبعا لحظه بلحظه بنكون معاك وبنحاول ان احنا ننقل كل الكواليس واخبار النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي هنا في بيروت. عوده ليكي شيما.